ودلوقتي هنشوف بعضمة لسانه عقوبات أم مراجعة. البعض شايف إن هي عقوبات، والبعض قال هو ده صح، هو ده ينفع. مبدئيا هي رؤية المسؤول الأول عن كرة القدم في النادي كابتن محمود الخطيب، ومؤكد فيما اتخذه من قرارات وفقا لرؤية، وفقا لمعلومات ومعطيات كافية، ورؤيته هو في إدارة ملف الكرة اللي أعتقد حضراتكم شايفين وصلنا فيه إلى أي قدر من النجاحات والبطولات. لو هنعيد كل الناس اللي سقفت لبيبو على كل اللي عمله عايزين حلقات كتيرة جدا، بس استغلال الظرف واستغلال الكرة اللي جت في العارضة هو ده اللي سمح للناس تقول اللي تقوله. لكن من المؤكد ان مستر بيتسو موسيماني محل تقدير ومحل دعم زي ما قلنا، حتى ان الصفحة الرسمية للنادي الاهلي منذ قليل اعلنت عن دعم كامل لمستر بيتسو موسيماني، لا تنظر للخلف، نحن نثق بك. زي ما انتم شايفين لمستر بيتسو موسيماني، اللي الحقيقه الراجل حتى لما بيتكلم مع اعلام بلاده عنده كل هذا الحب للنادي الاهلي، وعنده كل هذا الشغف والامتنان في علاقته بالنادي الاهلي. هناك اخطاء، هناك اخطاء، هناك عدم تقدير للموقف بشكل سليم في بعض المواقف، موجود. ولذلك احنا لما بنناقش بموضوعيه، بمعنى ايه؟ الثواب ايوه والجزاء بالظبط. يعني زي ما انت بتحط النتائج الطيبة تستحق مكافآت، وأحيانا مكافآت استثنائية، وأحيانا تكريم، ها؟ أيضا عندما يبدو أنك لم تفعل ما هو منتظر ومتوقع تستحق مراجعة زي ما تقول. مش كلمة عقوبة، أنا مش بستسغها قوي. أنا لكن لا، هي مسطرة، اعمل كذا تاخد كذا، ما تعملش كذا يتخصم منك بالظبط. هي دي العدل، هو دي العدالة. زي ما في مكافآت في عقوبات، في مراجعات، في لفت نظر، في إشادة، دي كلها جزء من إدارة الكرة في مصر. إدارة أي حاجة. إدارة أي حاجة. لكن هو ليه هل صحيح مستر بيتسو موسيماني مدرب المباريات الكبيرة بس؟ هو في كده؟ في حد ينفع يستقوى على الكبير ويخسر من الصغير؟ ليه؟ الأستاذ حسن الزكاوي اللي هو رأي مهم نسمعه. موسيماني، ناس الموجة زادت عليه بعد الخسارة، فهل بترى بأنه نوبة الغضب دي منطقية ولا لا؟ دي كورة وخسرت بضربات الجزاء. لا بص، يعني الأهلي، جمهور الأهلي عايز ياخد كل بطولة طبعا، وكان محتاج البطولة دي جدا جدا عشان الدوري اللي خسره، يعني لأن هو نسي البطولات اللي اتخذت، الكاس وأفريقيا والسوبر والحاجات خلاص. بس يعني في جملة بتتقال، يعني أنا عمري ما أقدر أهضمها، يعني إن موسيماني مدرب بتاع الماتشات الكبيرة أو الماتشات الأفريقية والمحلية يعني الصغيرة مش بيهتم بيها. ما فيش حاجه اسمها كده خالص، زي ما برضه ما فيش حاجه اسمها لعيب هو احسن بديل. يعني ما يلعبش اساسي، لعيب جامد جدا ينزل يجيب جون في ربع ساعه اللي بيلعبها او يلعب كويس، فيبقى ده دايما يبقى اسمه احسن بديل. مفيش حاجه اسمها كده، يا اما لعيب كوره بيلعب كويس، لكن هو احسن بديل انه ما يقدرش يلعب اكتر من ربع ساعه. ماشي، ممكن انا اقبل ده بدنيا، يعني بدنيا بقى، نفسيا، يعني اي حاجه من، لكن ما تقوليش ان ده احسن. نفس الحكايه بالنسبه للمدربين، مفيش حاجه اسمها مدرب. المدرب كويس كويس، المدرب يعني بيدير المباريات الصعبه ويدير المباريات السهله. والحقيقه مفيش في الكوره حاجه سهله، ده نمره واحد. نمره اثنين، موسيماني نجح في التعامل مع سان داونز ومع الترجي مثلا، وخد بطوله افريقيا. ماشي، انما ما نجحش ان هو يتعامل مع طلائع الجيش في ماتشين صوره بالكربون. انت لو 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 قلبت الماتشين، يعني لو قلت لك يا كريم تعالى اتفرج، ايه رايك في الماتش؟ تقول لي يا ده ماتش السوبر، اللي هو ماتش الدوري بتاع 17 اغسطس، صوره بالكربون. هتقول لي ده ماتش السوبر مش كده؟ اقول لك لا، ده ماتش الدوري. بالظبط بالظبط، هو المفروض يكون شاف الماتش اللي فات. بس الحقيقه الاهلي
وجمهور الاهلي طبعا خلي جمهور ملوش ذنب يعني الاهلي واداره الاهلي وكل من ينتمي الى اداره الكره في النادي الاهلي نازل مباراه السوبر وهي في جيبه. ده حقيقي الناس كلها كانت مطمنه. الجيب ده يخليك مش شرس مش اجريسيف مش بتضغط. هو الاهلي هو ده الاهلي اللي الاهلي بيلعب مباراه بطوله بيلعب مش مباراه بيلعب بطوله صح اضغط صح. هل شفنا الشراسه بتاعت الضغط دي خالص؟ هل انت عندك مشكله الفرقه بتدافع اللي قدامك وبتدافع بذكاء شديد وعملوا كده في الماتش بتاع الدوري صح. انت ما عندكش حلول تانية غير يعني انت عارف الاهلي عايز مساحه في ظهر الديفنس عشان قفشه يرمي الشحات يرمي لشريف يرمي لطاهر يرمي لاي حد من الثلاثه اللي تحت راس الحرب او من الثلاثه اللي قدامه يعني لما اي فريق يلعب الاربعه بتوع خط الظهر بتوعه في نص منطقه الجزاء الاهلي ما عندوش المساحه دي. لما بتتزحم الحته دي ما عندوش المساحه يعني. ما عندوش المساحه ده غير كمان ان قفشه اتحرم ان هو يعمل ده صح. لان في خمسه قدام الاربعه اول ما كل اول قافلين كل حاجه علي معلول مجدي كان معاك كان واحد من اللي بيضغطوا عليه جدا ومعاهم ومعاه لاشين ومعاه احمد سمير الثلاثه بيسلموا بعض علي معلول فطبعا علي كل ما يعمل كره عرضيه يبقى في حد ضاغط معاه فتطلع مش مظبوطه صح. الاهلي عمل 30 كره عرضيه في الماتش ده ولا حاجه ما عملش حاجه يعني ما عملوش حاجه لانها الكره العرضيه زي ما كانتش قويه و... ودقيقة وارتفاعها كويس مش هتستفيد بيها صح. بجانب ان مهاجم الاهلي اقل من عدد مدافعين ما كانوش في حالته محمد شريف ما كانش في حالته خالص يعني ما هو انت بص الحاله الفرديه بتنعكس او بتبقى جزء من الحاله الجماعيه يعني فعشان كده انما شريف في كورتين شريف لو كان جاب الجون الاولاني كان الماتش فتح خالص كانت فرقت كتير عشان كده موسيماني غطى وشه بالظبط وقعدوا لي يا ربي ليه كده بس يا شريف كده. شوف ملاحظ كلام كابتن حسن او الاستاذ حسن مستكاوي يتفق مع سردنا وتصورنا وشرحنا ان الاهلي لم يكن مستعدا بشكل كافي لانه كان مستسهل المباراه او كان متصور ان المنطق معاه او ان التفوق لصالحه فجايه جايه ايوه انما يعني فما عملش حسابه وزي ما قلنا اللعيبه احيانا احنا مش قلنا ان هو مش هيلاقي المساحات عشان اللعيبه بتاعه المساحات مش هتلاقي الكلام ده فاحيانا تكون اصحاب المهارات هم الحل في حاله التكدس قلنا الكلام ده متفقين معاه على كل ما قاله هو اضاف على كل اللي قلناه بيرد على الناس اللي قالوا هو موسيماني بتاع افريقيا والماتشات الكبيره مش بتاع الماتشات المحليه والماتشات الاصغر. مفيش حاجه كده وانا موافق على هذا الكلام لكن تقدر تقول ان تركيزه بيبقى بالكامل واهتمامه بالكامل في الماتشات الكبيره المهمه فبيستعد لها بشكل افضل. لكن هو كان عليه ان يكون بهذا الاستعداد لان خلاص واضح يا جماعه ما ينفعش تخسر بطوله مع الاهلي لانه يعني تعرف انت لو بتخسر بطولتين بتكسب بطولتين وتخسر بطوله وبعدين تكسب بطولتين هي الاربع بطولات بس التوزيع ما تبقاش كده متكومه هنا وبعدين مفروزه هنا.